هتكلم على P1 أكتوبر نوفمبر 2022. بلي the curve C has equation y equals x power 3 over 4 minus x squared plus 17 over x and x greater than 0. Find dy dx and given your answer in its simplest form. Y equals x power 3 divided by 4 minus x squared plus 17 over x. دي الايكويجن اللي هو مديهاني وطلب مني ان انا اجيب دي واي دي اكس. منتهى الهدوء لازم الاول عشان اشتغل حاجه زي كده تكون الاكس ديت في النيوميريتور او موجوده على السطر مش موجوده في الدينوميناتور. فهبدا اظبط شكل الايكويجن بتاعتي، هخليها كوارتر اكس باور 3 ماينس اكس سكويرد بلس 17 اكس باور اوف نيجاتيف 1. دلوقتي الفانكشن جاهزه عشان نجيب دي واي دي اكس. هقول يبقى انا عندي هنا كده دي واي دي اكس هتكون ايكوال 3، هتعمل تايمز مع كوارتر هيكون 3 كوارترز، وهعمل ماينس 1 هيكون سكويرد ماينس دي هتكون عباره عن 2 اكس ماينس 17 اكس باور اوف نيجاتيف 2. كده انت عملت واي داش او عملت دي واي دي اكس، بس هو قال لحضرتك هنا هو عايزها ان ايت سمبلست فورم، مش هينفع تسيب الريزلت بتاعك وانت عندك الاكس فيها نيجاتيف، فده كده مش سمبلست فورم. طب نعمل ايه يا مستر؟ هنرجعها تاني زي ما كانت، فهقول يبقى انا عندي هنا كده دي واي دي اكس equals 3 quarter x squared minus 2x minus 17 over x squared. اوكي قال لي بعد كده the point r 2 and 15 over 2 lies on c. عايز equation of the tangent to c at the point r. جميل، انا عشان اجيب equation of tangent احنا كناس فاهمين بنعمل ايه. عشان نجيب equation of tangent يبقى لازم يكون عندي point وعندي gradient. هو قالك at point r، فانا عندي ال r already. هل عندك ال gradient بتاع ال tangent ده؟ قال يا مستر ياسر ما انت عندك ال y dash ده، احنا ممكن ن assume ان هو gradient. قلت له جميل، يبقى انا ممكن اقول دلوقتي ان انا لو عايز ال gradient يعني عايز ال dy dx at ال point r، وال point r هو مديهاني بكام؟ ها 2 and 13 over 2 فوق اهيت. يبقى انا هحط هنا كده 2 and 13 over 2 2 and 13 over 2. Let's substitute and put it 2 instead of the x. هجيب ال 2 ديت احط هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 هنطلع الجريديانت. فهقول يبقى انا عندي 3 quarters وهنقول 2 squared minus 2 by 2 minus 17 over 2 squared. هتطلع معايا equals negative 21 over 4. يبقى انا عندي gradient بتاعي عبارة عن negative 21 over 4. كده عندك gradient وعندك البوينت. البوينت اهي يا مستر ياسر، ادي البوينت اهي وادي gradient اهو. هقول له خلاص يبقى الايكويجن عبارة عن ايه؟ الايكويجن يا محترم الايكويجن هي عبارة عن y minus y1 equals gradient وعندي x minus x1. اوكي انا عندي طبعا ال2 هي x1 وال13 over 2 هي y1 وعندي gradient هو negative 21 over 4. هعمل substitution يبقى y minus 13 over 2 equals gradient اللي هي negative 21 over 4 وعندي x minus x1 عبارة عن 2. هنبدأ نعمل by 4 عشان نخلص من denominator، فهعمل كله by 4. لما هعمل by 4 ال by 4 دي هتعمل times مع كل term، فهتعمل times مع y وهتعمل تايمز كمان مع 13 اوفر 2 وهتعمل تايمز مع الفراكشن بس، لان هنا تايمز فده كله باكج واحد مش تو تيرمز. فيبقى عندي حاجه هنا كده اهوت، انا عندي 4 باي واي هيكون 4 واي ماينس 13 اوفر 2 باي 4 هتديك 26، لان 2 هتتكنسل مع 4 يبقى 2، 2 باي 13 ايكوال 26، هتتكنسل ال 4 مع ال 4 يبقى نيجاتيف 21، وعندي هنا كده اكس ماينس 2. بس هو كان قال لي هو عايزها in the form ايه؟ عايزها in the form ax plus by plus c equal 0. ودول يا مستر ال a وال b وال c are to be found، يعني لازم تحدد ال a هتبقى بكام وال b بكام وال c بكام. فهتبدأ تجيب ال x في الأول وكده ال b ال y بقى كده ال constant. فهقول لي تعالى أول نعمل expand لل brackets هنا و distribution لل negative 21. فيبقى عندك من هنا 4y minus 26 equals negative 21x، negative negative تبقى positive 21 by 2 equals 42. هجيب ال x الناحية التانية، دي نيجاتيف هتبقى عبارة عن 21x اوكي بلس 4y، وكده هقول أنا عندي نيجاتيف 26 ودي بوزيتيف هترجع الناحية التانية بنيجاتيف 42 ايكوال 0. يبقى عندي هنا كده 21x بلس 4y ماينس دي هتديني 68 ايكوال 0. It means يا محترم إن ال a ايكوالز 21
would be a Mr. Yasser equals 4 and C equals negative 68. بقول في question 2 هنا x minus 5 to x plus 1 and x plus 3 3 factors دول equivalent مع ax power 3 plus bx squared minus 32x minus 15 where a and b are constants find the value of a and the value of b. طبعا انا همسك left hand side وحبدا اعمل distribution للbrackets مع بعض واكسباندز وكده فهاخد ده كده احطه تحت عندي وحبدا يا مستر ياسر اعمل له اكسباند. انا عندي x minus 5 to x plus 1 فانا عندي كده x minus 5 اوكي وعندي هنا كده 2x plus 1 وكانت اخر حاجه عند حضرتك هي عباره عن x plus 3. انا عن نفسي هسيب اول براكت ده زي ما هو x minus 5 وحبدا اعمل اكسباند يا محترم للاتنين دول مع بعض. طبعا هعمل 2x by x فهيكون عندي هنا كده 2x squared. لو عملنا كده ده هيديك 1x وده هيديك 6x يعني 1x مع 6x تبقى 7x بلس 1 باي 3 هتكون عبارة عن 3. بعد كده هبدأ أمسك الx تعمل تايمز مع كل واحد من البراكت ده يعني هعمل x باي هنا وباي هنا وباي هنا وهرجع أمسك النيجاتيف 5 تعمل تايمز مع كل ترم هي كمان x باي 2x هيكون عندي 2x باور 3 x باي 7x هيكون عندي 7x سكويرد x by positive 3 هتكون عبارة عن positive 3x negative 5 by 2 هيكون عندي negative 10x squared negative 5 by 7 بنegative 35x negative 5 by positive 3 equals negative 50 2x power 3 مفيش معاها like terms هتفضل زي ما هي كده 2x power 3 لكن هلاقي هنا كده انت عندك 7x squared مع negative 10x squared هتديني negative 3x squared عندي هنا كده 3x minus 35x يبقى negative 32x and negative 15. لو جينا عملنا compare يا محترم ما بين اللي انا جبت ده واللي هو مديهوني فهو مديني ax power of 3 فوق اهو بمعنى كده ان انا عندي ال a ديت يا مستر equivalent مع 2 ومديني كمان bx squared يبقى ال b هي عبارة عن negative 3 هي ديت ال b عندك فوق اهي وعندي نيجاتيف 32x minus 15 هو اصلا مدهاني فهقول يبقى معنى كده يا مستر ان انت عندك ال a equals 2 and ال b هتكون عباره عن نيجاتيف 3. طيب قال لي hence find الانتجريشن اللي انت شايفه ده طبعا واضح جدا عند حضرتك ان النيوميريتور بتاع حضرتك هو هو اللي انت اشتغلته من شويه هو هو ال 3 factors اللي انت عملتهم expand من شويه فبالتالي انا هاخد بقى الاكسباند اللي عملته هعمله over 5 root x فهقوله تمام جدا الانتجريشن بتاعي هو كان عبارة عن طبعا انا ما بعملش يا مستر ياسر انتجريشن لاي كوشن ما بين two functions بالمنظر ده او اي product لفانكشن فانا هبدأ ابوت اللي انا جبته هنا ده instead of enumerator فهقول يبقى انا عندي integrate هنقول كده انا عندي 2x power of 3 minus 3x squared minus 32x minus 15 الكلام ده كله over وانا عندي هنا كده 5 اوكي root x هي x power of half عشان انا بحب اشتغل بالايه بالباور عشان بعمل simplify لسه quotient يا مستر قال لي ممكن تعمل distribution لكل واحده في النيوميريتور over denominator فيبقى integration عامل كده هن open bracket هقول يا مستر هاخد 2 over 5 اوكي x power of 3 وهنا x power of half هعمل subtracting للباور فهتديك x يا محترم power 5 over 2 لو عملت 3 minus half by using calculator لو عملت كده 3 minus half هتدي حضرتك هنا 5 over 2 انا هشتغل على طول بقى بس انا هعمل كل power من فوق subtract مع الايه مع الباور اللي تحت اوكي minus هاخد الكوفيشنت 3 over الكوفيشنت 5 واقول لي يبقى x ال 2 minus half تاني هتديني يا مستر ياسر 3 over 2 minus هقوله هنا 32 over 5 وعندي دي اكنها x power of 1 فطبعا هيبقى 1 minus half equals half واخيرا عندي negative 15 over 5 تديك negative 3 ال coefficient over coefficient والx هتطلع من تحت من denominator تطلع في numerator تديني negative half كل ده كده يا محترم هيكون dx اقوله جميل جدا كده بقت جاهزه للانتجريشن الانتجريشن هنا بنعمل فيها ايه انت المفروض بتزود الباور واحده وتعمل ديفايد باور جديد بس انا عندي فراكشن فانا علمت ولادي ان انا بدل ما اعمل ديفايدد انا هخليها 2 اوفر 5 هبعد شويه
هقال هنا 1. لما تحب تعمل بلس 1 على اي فراكشن بتثبت الدينومينيتور وتعمل الدينومينيتور بلس النيوميريتور فيديني 7 اوفر 2. بدل ما اعمل ديفايدد 7 اوفر 2 هعمل ملتبلاي 2 اوفر 7. هقول يا مستر ماينس هسيب ال 3 في الفيز. هقول انا هعمل بلس 1. قلت له خلاص عشان تعمل بلس 1 هنثبت الدينومينيتور وهنعمل النيوميريتور بلس الدينومينيتور يبقى 5 اوفر 2 واعمل ملتبلاي ريسيبريكال 2 اوفر 5. هتقول لي ماينس يا مستر 32 اوفر 5. هنيجي نعمل add 1 فهنثبت الديدومينيتور ونعمل 1 بلس 2 تبقى 3 وكده ملتبلاي ريسيبريكال يبقى 2 اوفر 3. اقول له ماينس هقول هنا في 3 واقول له اكس هنعمل بلس 1 فانت هتثبت الديدومينيتور وتعمل add ما بين 2 والنيجاتيف 1 فيديك 1 وهتعمل ملتبلاي ريسيبريكال يعني 2 اوفر 1 او 2 ولازم ما تنساش تحط بلس سي. تعال نعمل بقى سمبليفاي فهيديني هنا كده 4 اوفر 35 اكس باور 7 اوفر 2 minus 6 over 25 x power 5 over 2. هقول له minus هنا عندي 64 over 15 وعندي x power 3 over 2. هقول له minus 6 و x power of half. هقول له plus c وكده يبقى انت عملت الانتجريشن بتاع حضرتك. بيقول لي هنا يا محترم the share price of a company is monitored يعني احنا راقبنا السوق او راقبنا السعر بتاع الحاجة exactly 3 years after monitoring began يعني بعد ما بدأنا المراقبة ديت the share price can 1.05 pound exactly 5 years after monitoring began the share price was 1.65 the share price. هنا بقى أنا كطالب لازم أخد بالي هو define the share price بV of the company is modeled by the equation يبقى ده share price. طب إيه البي والT والQ؟ قال لي T ده is the number of years. اوكي ركز معايا عشان تعرف تعمل ازاي اناليسز الايه الجيفن بتاعتك. التي ده هي نمبر اوف ييرز. معنى كده يا مستر ياسر ان انا ممكن اقول لحضرتك هنا كده ان ديت كده يا مستر ياسر تي ودي كمان تي لان 5 ييرز وعندي الشير برايس بتاع السري هو كان عباره الشير برايس كان 1.05 باوند وهنا الشير برايس كان 1.65 باوند يعني ده كده يا مستر ياسر كان في ونيفر التي يا مستر ياسر كانت 3 وده كمان كان V share price whenever T كانت 5. كده انا حددت ال V وحددت T. بيقول لي find the value of B and Q. اقول له حاضر بقى عندي 2 equations simultaneous بس انا هعمل equation ديت. انا دلوقتي عندي ال time ب 3 whenever ال V كانت 1.05. تعال نطلع الداتا بتاعتنا. انا عندي دلوقتي ال time كان 3 اوكي 3 years ده كان whenever ال V بتاعتي اوكي اللي هي كانت ال share price بتاعي 1.05 عبارة عن 1.05 pound وبعد كده التايم كان ب 5 اوكي لما كان الشير برايس بتاعي كان عبارة عن كام ها عبارة عن 1.65 وهو مديني ريليشن equals ايه ال V equal BT plus Q. انت مديني دلوقتي ريليشن ان ال V equals BT plus Q بتسألني على ال V وال Q. اقول له خلاص انا عندي 2 equations in 2 unknowns simultaneous. هبدا امسك اول واحده هحط عند التايم 3 وعند البي هحط 1.05 فهو يبقى انا 1.05 equals التايم 3 يعني 3 بي بلس كيو. ادي اول equation. equation الثانيه قال لي يا مستر ياسر البي عباره عن 1.65 equals انا عندي 5 بي بلس كيو فبقى عندي 2 equations هنا in 2 unknowns بي and Q. هبدا اعمل سولفنج. هعمل سولفنج ازاي؟ انت هتقوم جاي عامل كده اوكي وتقول لي سبتراكت فعشان تعمل سبتراكت هتغير الساين دي كانت بوزيتيف خليها نيجاتيف ودي خليها نيجاتيف ودي خليها نيجاتيف فهتلاقي ساعتها يا محترم لما تخليهم نيجاتيف يبقى نيجاتيف كيو تتكنسل مع البوزيتيف كيو ويبقى هنا عندك 5 ماينس 3 هيديني 2 بي اوكي ال 2 بي ايكوالز لما اعمل 1.65 ماينس 1.05 هيديني 0.6 هعمل divided by 2 in both sides. لما اعمل divided by 2 in both sides it impulses عند حضرتك ان انت عندك ال P equals كام 0.3. جبت ال B هتعمل substitution في اول اي واحدة وليكن هعمل في الاوانية. الاوانية اساسا الاساس بتاعها كان 1.05 equals 3B plus Q اوكي يبقى انا دلوقتي يا مستر 1.05 equals 3 multiply 0.3 plus Q اوكي يعني 1.05 equals 0.9 plus Q. هنجيب دي بالنيجاتيف يبقى انا عندي ال Q هتبقى عبارة عن 1.05 take away منها 0.9 هيطلع عندك ان ال Q يا محترم equals
0.15 هي ديت الفاليو في كيو اللي هو عايزها، ودي كانت الفاليو في بي اللي هو عايزها. اوكي بعد ما قال لي find the value of b and the value of q قال لي exactly t، يبقى عايز يحط التايم بي تي. After trading began the share of price، كان الكلام ده يبقى انا عندي يا مستر ده share price، يعني هو مديني تاني يا مستر ياسر هنا، مديني تاني v، هو اداني هنا تاني v واداني التايم بي تي كابيتال. قلت له طب تمام، قال لي عايز الفاليو في تي كابيتال. على فكره عايز اقول على حاجه ماثيماتيكال، انا لما اجي ارجع للايكويجن ديت اللي هي الاساسيه اللي انا اشتغلت عليها في الاول خالص، v equal bt plus q، انا دلوقتي عندي كده ال v equals هي كانت bt plus q، كانت بقى خلاص احنا جبنا ال b وجبنا ال q، فال b 0.3، فاقدر اقول له هنا تبقى ال v equals 0.3 t plus ال q عندي هي عباره عن 0.15 اهي. كده بقى عندي equation فيها two variables ال v and the t، يعني if we know one of them we can find the other. اوكي طب انا عندي دلوقتي بيقول لي يا مستر الشيرنج برايس ال v عباره عن 2.5 equals to was 2.5، عايز اعرف التي بكام، اقول له خلاص يبقى at ال v equals 2.5، احنا ممكن نقول كده ان انا عندي يا مستر ياسر ال 2.5 equals 0.3، كان مديني التايم تي كابيتال بلس 0.15. هبدا اسولف الكلام ده، هنجيب ده يا مستر في ليفت هاند سايد، يبقى عندي 2.5 minus 0.15 equal 0.3 t. 2.5 minus 0.15 هيديني هنا كده 2.35 equals 0.3 t. to get a t لازم هت divide both sides by 0.3 وهنا كمان 0.3، هيطلع مع حضرتك ان t equals 2.35 divided by 0.3 okay equals 47/6. هو كان قايل لي هنا فوق find the value of t according to the model giving your answer to one decimal place، فهجيبها decimal هيطلع معايا 7.833 and so on، هيبقى عندي one decimal place هي 7.8، فتبقى t بتاعتي 7.8 years.